فضيلة الشيخ هذا يسأل يقول ما علاج العنوسة في وقتنا الحاضر وهل هذا مقتصر على الإناث فقط علاج العنوسة كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه فلا يجوز تأخير الخاطب إذا كان كفءا ورضيت به المرأة يجب المبادرة بقبوله فهذا من من اسباب القضاء على العنوسه لان بعض النساء تؤخر الزواج من اجل وظيفتها او من اجل دراستها حتى يفوت عليها الازواج، وبعدين الازواج لا يرغبون فيها اذا كبرت، فالمبادره بالزواج في وقت في وقته ووقت, آه ووقت يعني كون شباب المراه هذه فرصه تفوت يبادر بالزواج لان الزواج هو مصلحه المراه. ليس مصلحتها في الوظيفة ولا في الدراسة مصلحتها في الزوج الصالح الذي يحفظها ويصونها ويقوم عليها فإذا فات عنست المرأة وتجنبها الخطاب نعم أحسن الله إليكم يا شيخ صالح